وينضم إلينا من منشأة الجمرات في ميناء مراسل إخبارية فهد السمحان. مساء الخير فهد، وكل عام وأنت بخير فهد. أبدأ معك فهد، صف لنا الأجواء الآن وكيف هي الحركة على جسر الجمرات. بك إسماعيل ومشاهدينا الإخبارية، وكل عام وأنتم بخير ومن العايدين. أنا هنا في منشأة الجمرات التي تعد من أهم المعالم الحضارية والخدمية، يعني إبراز استثنائي لإدارة الحشود. تستوعب هذه المنشأة 300,000 حاج في الساعة. أريد أن أسأل هنا، ماذا لمسنا ورصدنا داخل منشأة الجمرات؟ هذا الشكل الهندسي العملاق المميز الجميل الرائع الذي تقدم هنا جميع الخدمات من خلال وجود أبطال الدفاع المدني، أبطال الطوارئ، الدوريات، الصحة، الجميع هنا يقدم خدماته على أكمل وجه. نعم. معذرة الإسماعيل أنا لا أسمعك، ولكن أنا أريد أن أصف وأتحدث عن ماذا لمسنا داخل أروقة هذه المنشأة العملاقة. أولا الابتسامة والرضا التام على وجوه ضيوف الرحمن الحجاج الذين أتوا من كل فج عميق. وجدنا الرضا، الراحة، الابتسامة، الدعاء لهذا الوطن، الدعاء لرجال الأمن، الدعاء لرجال الصحة، الدعاء لكل من قدم خدمة لضيوف الرحمن على جميع المنافذ. الصورة الآن كما تشاهد أيضا، يعني أبطال من الدفاع المدني يقدمون الخدمات الإنسانية، رش المياه، رغم هذه المنشأة مجهزة تجهيز كام وكامل للمكيفات والتهوية والمراوح، إلا أن أصروا أبطال الدفاع المدني رجال الأمن أن يقوموا برش المياه على حجاج بيت الله الحرام وكسب الأجر بإذن الله تعالى. إسماعيل تشاهد الصورة، توافد حجاج بيت الله الحرام في هذه المنشأة العملاقة، درة المشاريع، إذا سمحت لي في هذا المسمى، فإنها فعلا درة المشاريع الهندسية الرائعة. مهما نصف مثل هذه المشاريع لا نوفيها حقها. حجاج بيت الله الحرام يدخلون إلى هذه المنشأة في 5 مستويات، أكثر من 90 كاميرا تراقب هذه الأجواء الروحانية الإيمانية. عيد المسلمين اليوم وعيد الفرح والانتصار، الحمد لله ضيوف الرحمن في أمن وأمان ورعاية واهتمام من القيادة الرشيدة. نعم. ومن جميع المسؤولين والقطاعات، انتصار ونجاح لحجي حجاج بيت الله الحرام الذين ينعمون في هذه الخدمات في كل مكان، في جميع المشاعر تحت هذه السماء. والله الحامي والحافظ لضيوف الرحمن في هذه الأماكن المقدسة التي تنعم، ولله الحمد بالأمن والأمان. نعم. أريد أن أتحدث كثيرا عن ما شاهدته داخل أروقة هذه المشاريع. أتحدث عن الإعلام، عن الجهود الإعلامية، عن النقل، عن أبطال الأمن، دون ذكر قطاع معين، لأن جميعهم هنا في خدمة ضيف الرحمن. مهما اختلف اللباس، ولكن النية واحدة والخدمة واحدة. باختصار هي خدمة ضيوف الرحمن في مملكة الحب والإنسانية والعطاء والإتقان والإخلاص والتنفيذ للخطط الناجحة. نعم فهد، يعني أود أسألك سؤال، يعني كيف رأيت، تسمعني فهد الآن؟ ويبدو أنه لا يسمعني فهد. كان معنا من منشأة الجمرات فهد سمحان، شكرا جزيلا لك.